بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأهلا بكم في قناة هوات ومحبي طيور الزينة. اليوم صورنا لكم طيور الزبرة فينش وهي تبني العش. صورة الزبرة فينش أمامكم على الشاشة وتسمى بالعراق قطار الفنجس. للزبرة فينش أعشاش خاصة متعددة الأشكال والأنواع. بسبب الجو الحار استعملنا في هذا الفيديو عش الكناري، لأن عش الكناري يكون مفتوح بينما أعشاش الزبرة تكون مغلقة في معظم الأشكال.